سيام شبوك مسألة عادية، يعني المرأة ولات قدوة في هذه الحياة ديالنا ووصلت بزاف الدرجات، يعني راه عادي المرأة تصب ريبورتر، والحمد لله أنا هاد ريبورتر كنخدم به على وليداتي باش ياكلوا الحلال. تجربة مزيانة في الأول، جاتني شوية صعيبة، يعني المجتمع ديالنا جات شوية غريبة بأنها مرأة تصب ريبورتر، ولكن مع المدة صافي بنادم تعوض يشوف المرأة ولات يعني قدوة في الحياة، المرأة كتسوق الطيارة كتسوق تراموي بزاف الحوايج، يعني أما بالنسبة للتريبورتور ولات تجي مسألة عادية. وبالنسبة للمجتمع المدني كيفاش تقبلتي؟ الحمد لله، يعني في الأول أنا قلت لك كما قلت لك في الأول كان المجتمع كتجي صعيبة، يعني بزاف الناس كانوا كيشوفوني دايزة في الطريق ولا هذا، وحدة كتقول لوحدة شوفي شوفي، يعني كتجيهم شي إشكال، ولكن مع المدة صافي الحمد لله تأقلموا على الوضع. وبالنسبة لشبيش تقول النساء مثلا اللي بغا يشتغلوا مثلا في هاد المهنة الشريفة شبيش؟ النساء اللي بغا يشتغل في هاد المهنة الشريفة كنقول لهم غاتوكلوا على الله وغيكون غا الخير، يعني الحمد لله خاص تكون غا شي خدمة شريفة وما كاينش مشكل. بالنسبة للعائلة ديالك كيفاش تقبلوها؟ لا العائلة ديالي شجعوني وعجبهم الحال، خصوصا الأب ديالي كيقول لي هكا كيكونوا البنات المرضيين. يعني نجيبها بدراعي الحمد لله، ما نطلب حد، ما الحمد لله. كتقاش مضايقات بالنسبه ديالك؟ لا 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 لا. الاخرين بالنسبه للرجال كاين، وكاين رجال اللي كينتقدوا الامر كيقول لك لا المراه خصها تجلس في الدار، لا الراجل ما خصهش يخرج مرته. الحمد لله انا مجوجه وعندي ثلاثه الوليدات، والراجل ديالي فخور بيا كنخدم انا وياه، مساله عاديه. وكما قلت لك كاين شي رجال ما كيبغيش كيقول لك لا المراه خصها تجلس في الدار وهذا، ولكن هذه الفكره خاطئه، يعني المراه نصف المجتمع، ولا بالاحرى نقولوا المجتمع كامل، حيت المراه هي القدوه ديال الحياه، الا ما كانتش المراه ما كاين والو. واش بالنسبه للنساء؟ النساء كنقول لهم كافحوا واجتهدوا، ما ديوش على هضره ديال الناس بعضياتهم بعضياتهم، يعني لا ما خصهاش المراه تخرج وهذا، هذه معلومه خاطئه، يعني المراه خصها تخرج خصها تخدم تكافح تخدم على وليداتها، المهم تجيبها بالحلال وصافي، هذا هو اللي كاين. الرسالة الأخيرة كنشكركم بعدا نتوما أول حاجة من هذا المنبر اللي زعما فتحتوا ليا وهضرتوا معايا، ومهم بزاف الحوايج، يعني ما عرفتش كيفاش نعبر لك زعما على فرحتي اللي نتوما زعما تواضعتوا ودرتوا معايا الاستنطاق، واللي بغيت نقول هي كنوجهها لكل النساء المغربيات، برافو عليهم، واللي باغي شي حاجة غيوصل ليها إن شاء الله. لا شكرا على وجهك، شكرا.